السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الميزات الجميلة في رابط ام كيو وجود مجموعة بلاجنز، وكنا سابقا حكينا عن واحد من البلاجنز او بعضها. اليوم راح نحكي عن بلاجنز جدا مهم، هو الفيدريشن بلاجن. الفيدريشن بشكل عام سواء في رابط ام كيو او غيرها، هي انه نوصل تو انتيتيز مع بعضهم، سواء في الايدنتيتي سيرفر. لما نقول فيدريشن معناتها ان نستخدم two different entities عشان نسجل دخول مثلا او ندير authentication. الان في رابط ام كيو الفيدريشن ايش بيعني؟ الفيدريشن هو الهدف منه، الفيدريشن بلجن ننقل المسجز between brokers. باختصار شديد عندنا two رابط ام كيو، سواء نودز ولا كلاستر ولا two different environment تماما. الهدف من الفيدريشن بلجن انه ينقل المسجز بين هدول النودز او البروكرز اللي موجودين في ديفرنت كلاستر. كمان الفيدريشن بلجن مصمم بطريقه يستفيد حتى لو كانت الكونكتيفيتي بين التو بروكرز او بين البروكرز، يعني خلينا نقول قد تكون ماي ستيبل. يعني لنفترض عندنا داتا سنتر في مدينه وداتا سنتر في مدينه اخرى، وبدنا نستخدم الفيدريشن بلجن عشان يسوي ترانزميت للمسجز بين البروكرز اللي موجوده في الرياض والبروكر الموجوده في جده. فممكن الكونكتيفيتي بين هدول المدينتين، بين التو داتا سنتر اللي موزعين على مدينتين، ما تكون ستيبل، احيانا ممكن ضعيفه مثلا. فلذلك البلجن هاد مصمم بحيث انه يتواءم مع مشاكل الكونكتيفيتي. ثالثا، الفيدريشن بلجنز يطبق على الاكسشينج وعلى الكيو في رابط ام كيو. طيب خلينا نشوف مثال. الان لنفترض عندنا رابط ام كيو سيرفر او كلاستر او وات ايفر. المهم هذا السيت اب لنفترض موجود في مكان ما، ممكن يكون هذا السيت اب موجود في نفس الداتا سنتر، ممكن يكون موجود في نفس البيلدينج، ممكن موجود في دولة تانية، ممكن موجود في مدينة تانية. هذا ممكن يكون كلاود وهذا يكون اون بريمس، فالمهم منفصلين عن بعض بس، ولكن في كونكشن بيناتهم، يعني في نتورك. انا لو انا موجود هون بقدر بصل لهذا الرابط ام كيو، والعكس صحيح. طيب في الفيدريشن بلجن في عندنا تو كونسبت، في عندنا شيء اسمه ابستريم وفي عندنا شيء اسمه داونستريم. الابستريم باختصار هو اللي من خلاله، من هذا الابستريم تنتقل المسج الى داونستريم. يعني المسج اول شيء بتكون هون، بعدين بتروح على الداونستريم. طيب لنفترض عندنا ثلاثه كيوز، كيو 1 كيو 2 كيو 3. هدول وين موجودين؟ في الابستريم. وين موجودين؟ في الابستريم. وعندنا كيو 1 كيو 2 كيو 3 موجودين في الداونستريم. طبعا لازم يكون اسماء الكيوز متطابقه ومتشابهه، والا ما راح يعرف ايش ينقل الداتا مثلا موجوده في كيو 1 في الابستريم الى كيو 1 في الداونستريم. الكيوز اللي موجوده في الداونستريم عليها كونسيومرز، كونسيومر 1 2 3، نفس الكونسيومر او بشكل مختلف. الان المسج فلو عمليه شلون بتمشي؟ بتمشي من كيو 1 في الابستريم الى كيو 1 في الداونستريم، ونفس الشيء من كيو 2 في الابستريم الى كيو 2 في الداونستريم. ما هو بالضروره كل الكيوز او كل الاكسشينج تكون شغاله بنفس الطريقه. يعني نحن انا عندي مثلا ابستريم او عندي بروكرز موجوده في مدينه جده وفي 10 كيوز، يمكن بس 1 كيو بدنا نطبق عليه موضوع الفيدريشن بحيث ننقل الداتا اللي هتدخل في كيو 1 في جده الى الداتا للكيو 1 اللي في الرياض. لذلك لازم ننتبه على موضوع الابستريم والداونستريم، لانه الان ونحن عم نطبق هذا المثال على رابط ام كيو راح نشوف انه لازم نعرف شيء اسمه ابستريم، يعني لازم الداونستريم يعرف مع مين راح يتعامل عشان يعرف ايش، يعرف يقرا هاي المسجز بشكل صحيح. خلينا نشوف المثال. الان نحن عندنا رابط ام كيو، هذا رابط ام كيو على ماي ماشين، وهذا رابط ام كيو هو اخذين فري فيرجن او فري سيرفر او فري سيرفيس من عند كلاود اي ام كيو بي، وهدول اشهر ناس بيقدموا كلاود سيرفيس للرابط ام كيو. هذا لاحظوا هون ما في عندنا كيوز، طبعا هاي السيرفيس قد ما بتضل تكون ستيبل لانه هي اصلا فري.
ما في عندنا كيو وهون ما في عندنا كيوز. طيب اول شيء خلونا نعرف فيدريشن اب ستريمز. الفيدريشن اب ستريم عمليا هذا الرابط ام كيو الاون بريم راح يستقبل مسجز من الكلاود، راح يستقبل مسجز من الكلاود. خلينا نحط مثلا اسم كلاود رابط ام كيو مثلا، هذا اسم ما. اليو ار اي يلي هو الهوست، معلومات الهوست بناخذها اصلا من من الكنترول بانل اللي له علاقه في رابط ام كيو على الكلاود سيرفيس. طبعا هون في عندنا معلومات ثانيه ما بقدر الان نحكي فيها. المهم اهم شغله هي النيم والابستريم، هيك بيكون عرفنا ايش ابستريم. هلا لو جينا على الفيدريشن ستيتس ما في ستيتس، هلا بنشوف ليش. لاحظوا هاي ابستريم، عرفنا ابستريم وهي الداتا تبعه. لازم نعرف بوليسي، لازم نعرف بوليسي. هاي البوليسي بنقولها في هاي البوليسي ايش هن الكيوز اللي راح نطبق عليهم فيدريشن، ايش هي الكيوز اللي راح نطبق عليهم فيدريشن. لنفترض الان نحن راح نطبق فيدريشن على كيو 1 بس، تمام. هاي بوينت. البوينت الثانيه في عندنا شيء اسمه فيدريشن اب ستريم سيت، وفي شيء اسمه فيدريشن اب ستريم. طبعا الفيدريشن اب ستريم مقصود فيه هون بدي احط هون نيم يلي هو النيم اللي عرفناه قبل شوي، هاد يلي هو راب كلاود داش رابط ام كيو، فبيكون هون الفاليو. طبعا هون اختصارا نحن راح نحط اول. ايش يعني اول؟ يعني كل الاب ستريمز اللي عندنا راح نستخدمها في الفيدريشن، كل الاب ستريمز اللي عندنا راح نستخدمها في الفيدريشن. لانه اصلا ممكن نحن يكون عندنا الداتا عم تجينا من اكثر من اب ستريم، يعني ما بالضروره انه يكون عندنا داتا عم تجي مثلا عندنا هون كلاود سيرفيس، طب يمكن عندنا رابط ام كيو موجود في داتا سنتر ثاني بس مو كلاود سيرفيس. ففي عندنا تو اب ستريمز وفي واحد داون ستريم عم يقرا من التو اب ستريمز. اد الان اي كيو يطبق هذا الباترن، وعمليا اذا كان اسمه كيو 1 راح يطبق عليه الاب ستريم. الى الان ما في عندنا فيدريشن ستيتس، لاحظوا ما في عندنا فيدريشن ستيتس. لو رحنا على الكيوز وعرفنا كيو 1 مثلا قلنا له اد كيو، اد كيو، لاحظوا اشتغل الاب ستريم والفيدريشن ستيتس اشتغل. لاحظوا خلص عرف انه رابط ام كيو، عرف انه في عندنا كيو 1 يطبق عليه البوليسي اللي هي الفيدريشن، وراح طبق عليه كل الاب ستريم. عندنا 1 اب ستريم اللي هو هاد ورننج. لو جينا هون راح نلاحظ انه اوتوماتيكلي اتعرف عندنا كيو اسمه كيو 1 وين؟ في رابط ام كيو اللي على كلاود. تعرف عنا رابط ام كيو اللي في كلاود. طيب هذا الرابط ام كيو اللي في كلاود الان المفروض يرسل مسجز، المفروض يرسل مسجز لوين؟ على الفيدرال، على الكيو اللي موجود وين؟ اون بريم. لاحظوا ما في مسجز الى الان. انا شغل كونسيومر، طبعا الكونسيومر هون كونسيومر عادي، يعني الكونسيومر اللي نحن بنستخدمه. طبعا هذا الكونسيومر عم ينتظر مسجز على الكيوز، على الكيو اللي موجود عندنا في على الماي لوكال ماشين، على هذا كيو 1. خلينا نشوف هون. طبعا هون ننتبه تيست فروم كلاود ببلش. لاحظوا مباشرة ملي سكندز وصلت المسج من رابط ام كيو كلاود الى الى الكيو تبعنا وين؟ على الاون بريم. طبعا شلون بدنا نعرف انه وصلت مسج؟ نعرف انه وصلت مسج اول شيء من هذا الايش؟ من هذا الدياجرام، من هذا الدياجرام، وبلس انه نحن قرانا هاي المسج منين؟ من اللوكال. طبعا الكونكشن سيج لو تلاحظوا هون هي لوكال هوست عم تسمى على كيو 1. بكل بساطه لو نلاحظ السرعه تيست فروم كلاود 2، لاحظتوا السرعة؟ ملي سكندز، ملي سكندز. لذلك هاي الطريقة تعتبر واحدة من الطرق اللي بإمكاننا نستخدمها عشان نستخدم distributed event driven patterns، وهذا بيسمح لنا انه يكون عندنا
الرابط ام كيو موجود في اكثر من مكان وفي فيدريشن بيناتهم، بحيث انا ليفترض عندي سيستم ما بالضروره اكتب مباشره في رابط ام كيو اللي موجود في جده، لا ممكن اكتب في رابط ام كيو الموجود عندي وبيودي المسجز لوين على رابط ام كيو من خلال الفيدريشن الى جده. بلس اذا كان في عندي اكثر من رابط ام كيو سواء في الانفايرمنت، يمكن عندي اكثر من كلاستر لسبب ما، عندي اكثر من بروكر وما بيناتهم كلاستر واحد، ممكن عندي رابط ام كيو انا شركه مثلا وعندي اكثر من فرع وباني لوكال رابط ام كيو في كل فرع لسبب ما له علاقه في الاركتكتشر. السينك اللي بيصير من خلال الفيدريشن بلجن بين هدول الفروع والرابط ام كيو اللي على الام بريم، بحيث مثلا يصير في عندي سنترلايزد رابط ام كيو بحيث نخزن كل المسجز باللوج، هي بروسيسد بالفرع لكن ترانسميتد ايضا لرابط ام كيو اللي وين في السنترلايزد او في الفرع الرئيسي. هذا بشكل كثير مختصر حول إمكانية الفيدريشن بلوجين اللي موجود في رابط ام كيو. أنصح كل اللي ما جربه يجربه لأنه فعلا مفيد، وطبعا فيه ميزات إضافية لا يسعنا الوقت أنه نشرح عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.